هو احنا عندنا اكتر من نظام سداد على حسب قدرات العميل الماديه. يعني في عميل بيبقى معاه سيوله فبياخد مثلا بيدفع مقدم كبير، فممكن اعمل له بيمنت بلان مخصصه للقدرات الماديه. في ناس ما بتقلق شويه ان هي تروح للعاصمه وان الاسعار غاليه، لا عندنا اكتر من بيمنت بلان بنقدر. ايه اكتر حاجه تبقى يعني مريحه للناس اللي ياخد سواء في طبي في فندقي يعني ادفع ايه واقسط على كام؟ بنبدا من اول 10% مقدم وبنقسط لحد 8 سنين من غير فوائد. لغايه 8 سنين بالظبط في الاداري والمقدمات. مثلا عندي في حاجات بتبدا من 130,000 و140,000 جنيه 150,000 جنيه مقدمات، حاجات لمساحات صغيره نقدر ان احنا نستغلها، وفي نفس الوقت انا بستثمر فلوسي. النهارده انا لما مثلا شهاده الشهاده ال 25% للبنك الاهلي وبنك مصر طرحينها، طب انا حطيت النهارده فلوسي معايا 1,000,000 جنيه، النهارده بعد سنه بقوا 1,250,000، مش هيشتروا حاجه. مع زياده الاسعار ومع زياده معدلات التضخم اللي موجوده، النهارده اللي اقدر اشتريه بمليون بعد سنه هشتريه ب1,400,000 ب1,500,000. يبقى انا هضطر حتى لو انا حطيت فلوسي انا جمدتها ما استفدتش فيها بحاجه بنفس الوقت. وانا ببقى اشتريت للمستقبل بسعر النهارده لما باجي بسعر النهارده ومش بشتري بالمبلغ كله. يعني انت النهارده حضرتك معاك 1,000,000 جنيه انت بتحطه في البنك كله. اللي انا بطلبه من حضرتك مش 1,000,000 جنيه كاملين، يعني انت لو حضرتك حابب ان انت تحط معايا 1,000,000 جنيه كاملين اوكي مفيش مشكله، وبيبقى في بيمنت معينه بقدر اعملها له بخصم معين اقدر انفذه له، ياخد ممكن فايده اعلى من فايده البنك اللي بتديها له، او ان انا برضو في خلال الوقت ده انت النهارده 1,000,000 جنيه انت ممكن تشتري معايا حاجه بتقسطها على 6 سنين و7 سنين و8 سنين، قدرت تستفاد بباقي المبلغ في حاجه ثانيه، قدرت تستفاد باقي المبلغ في حاجه ثانيه. في نفس الوقت انت النهارده انت ممكن تحط جزء من المبلغ اللي معاك اللي انت هتحطه في البنك ممكن تحطه معايا وتاخد نسبه خصم، او في نفس الوقت ادفع مقدم جزء بسيط وجزء من المبلغ الثاني تقدر انت يعني لو عايز في البنك. لو واحد النهارده عايز يحط مثلا فلوسه في البنك عشان ياخد ال 25% وجي قال لك طب انا هشتري من عندك كاش هتعمل معايا ايه؟ ممكن ادي له نسبه خصم. احنا دايما بنبقى ماشيين بريت معين. ادي له نسبه خصم كام؟ هي مش بتبقى نسبه ثابته قد ما هي بقدر ادفع النهارده الكاش بتاعي بيتوسط من 20 ل 25%. ده نسبة الخصم بتاعتي للوحدة. لو انت هتنفذ معايا كاش طبعا مع الأسعار اللي احنا بنتكلم فيها أو مع الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي طبعا بزود عن ريت البنك المركزي جزء بسيط برضه عشان هو يقدر يستفاد معي. يعني انت بتزود له عن الشهادة اللي 25 بالظبط كده، أقدر ان انا أزود له جزء معين ال 25% عشان يقدر يستفاد برضه بنسبة الخصم. في نفس الوقت انت النهاردة حضرتك حتى لو هتشتري معايا بالمليون جنيه مثلا سين وكنت مستني خصم ال 25%، انت بعد سنتين ثلاثة أربعة بعد ما تيجي تستلم الوحدة بتاعتك، احنا استلام المشروع بتاعنا بتاع جينيسيس كمان 4 سنين من تاريخ التعاقد هتبقى بثلاثة الوحدة هتبقى ايا كان سعرها 2-3، يبقى انت النهاردة استفدت بخصم ال 25% اللي البنك عامله لك بدل ما تحط فلوسك وتربطها بشهادة. اصل المبلغ معاك بعد السنه مش هيقدر ان هو يوفر لك الوحده اللي انت كنت بتاخدها دلوقتي، في نفس الوقت بعد سنتين ثلاثه يبقى هو ده الاستثمار الصح. انت بتبيع الوحده بتاعتك بكام او بتاجرها بكام، بيبقى كسبان من الناحيتين. انت اخذت الخصم دلوقتي بنسبه زي البنك واعلى، وفي نفس الوقت قيمه او الاصل بتاع الوحده زادت ازاي.